أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا مرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. أعلنت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي في بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية للفريق عن تحديد يوم 10 ديسمبر المقبل موعد للجلسة العامة الانتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة المديرة الجديدة للفترة النيابية 2022-2024، حيث تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات للإشراف على قبول الترشحات وعملية الاقتراع، تتكون من السادة رئيس اللجنة السيد شفيق قدورة، عضو السيد محمد معالج، وعضو السيدة سلمى بسبس الحاج صالح. محليا تدور نهاية الأسبوع الحالي مباريات الجولة الثانية ذهاب ضمن منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. فيما يلي البرنامج نهار السبت، الدفعة الأولى المجموعة الأولى مع ساعتين ونص كل المقابلات، النجم الرأسي واجه النادي القربي، جندوب الرياضي واجه مستقبل المرسى، شبيبة القيروان تواجه النادي البمبلي، مستقبل جابس يواجه أمل جربة، نادي حمام المنفي يواجه شبيبة العمران، مكارم المهدية يواجه القلعة الرياضية. بالنسبة للدفعة الثانية نهار الأحد 30 أكتوبر، المجموعة الثانية كل المقابلات مع ساعتين ونص، سبورتينغ بنعروس يواجه ترجي جرجيس، سبورتينغ المكنين يواجه هلال مساكن، الملعب الصفاقسي يستقبل قوافل القفصة، جمعية جربة تواجه الملعب الجابسي، وهذا سيتم تعيين بقية مباريات المجموعة الأولى لاحقا. كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم عن تعيين حكم السيشيلي برار كاميل إدارة لقاء ذهاب دور التمهيدي الأخير من كأس الكونفدرالية الإفريقية بين النادي الإفريقي وكارات توغولي بملعب كيغالي في لوماي يوم 2 نوفمبر القادم. من كرة القدم البدل اختصاص كرة اليد، يتواصل نشاط بطولة القسم الوطني لكرة اليد بإجراء مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الأولى نهاية هذا الأسبوع. فيما يلي كامل البرنامج نهار السبت 29 أكتوبر في قاعة قصر الهلال مطليثة، النادي الهلالي يواجه بعث بن خيار. في قاعة ساقيت الزيت 4 متاع العشية، نادي ساقيت الزيت يواجه النادي الإفريقي. نفس التوقيت في قاعة المكنين، سبورتينغ المكنين يواجه نادي كرة اليد بجمال. في قاعة طبلبة 4 متاع العشية، نصر طبلبة يواجه مكارم المهدية. وأخيرا 5 متاع العشية في قاعة حمام سوسة، النجم الساحلي يواجه نادي كرة اليد بقصر السيف. في كرة السلة الدور نهار السبت الجولة الختامية من مرحلة الذهاب لبطولة كرة السلة. بالنسبة للبرنامج الكامل، الخمسة متاع العشية شبيبة المنازل تواجه النجم الساحلي، 6 متاع العشية النجم الراسي يواجه الملعب النابلي، 5 متاع العشية بقية المقابلات، الزهر الرياضي يواجه النادي الإفريقي، الاتحاد المونستيري يواجه الدالي الرياضي بجرومباليا، وفي قاعة عزيز ميلاد بالقيروان الشبيبة القيروانية تواجه اتحاد الأنصار. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية، الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بانتظام تساهم في زيادة لياقة القلب والأوعية الدموية، زيادة قوة العضلات، مرونة، تحسين حركة المفاصل، وانخفاض مستويات التوتر. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.